السلام عليكم. ان شاء الله هنراجع مع بعض دلوقتي شابتر 6، وهنتكلم على الابستراكت داتا تايبس، وهنبتدي باول حاجه فيها وهي الاستاك. طب نبدا اول حاجه، ايه هي الابستراكت داتا تايبس؟ الابستراكت داتا تايبس بكل بساطه هي ان احنا عايزين نعمل ستراكشر معين، فبنجمع اوبجكتس او ستراكشرز مختلفه مع بعض عشان نوصل لهذا الستراكشر، وفي اوبريشنز معينه بتتنفذ عشان نعمل الكلام ده. طيب برضو ان في operations بتتنفذ على ال structure الجديد، ال data type الجديد، ال abstract، اللي هي بتبقى زي ال add وال remove وال size وال contains. طيب هيبان اكتر لما نبتدي ندخل على ال stack. وايه هو ال stack؟ ال stack دي اللي هي بيبقى عبارة عن مجموعة حاجات فوق بعضها، زي stack of coins، stack of books. هو بيبقى عبارة عن حاجات بنفضل نحطها فوق بعضها، وما بنقدرش نستخدم حاجة غير او اخر حاجة حطيناها، اللي هي الحاجة اللي على الوش، الحاجة اللي على التوب. فعشان كده المفروض احنا بنعمل اديشن فوق التوب، او بنعمل ديليت للتوب، او بنعمل ديسبلاي للتوب بس، واخر حاجة تحت اتحطت دي اخر حاجة بنطلعها، اول حاجة اتحطت دي اخر حاجة بنطلعها. فعشان كده بنتبع اسلوب اللاست ان فيرست اوت، اللي هو ال اي اف او. لاست ان لو اخر حاجة احنا حطيناها هي اول حاجة بتطلع، تمام؟ طيب عندنا في تو فانكشنز اساسيين، حاجه اسمها بوش وحاجه اسمها بوب. بوش ان احنا بنحط element جديد على الوش او فوق في الستاك، وبوب ان احنا بنعمل بوب لاخر element، بنعمل له display او delete عموما من الستاك. فيبقى كده احنا عرفنا لما نعمل بوش لازم نعمل بوش فوق التوب، ولما نعمل بوب بنعمل بوب لاول element اللي هو التوب. طيب والتوب دايما بيبقى هو الحاجه اللي بتعبر عن الاليمنت الاخير المحطوط. طيب هنا بيقول اللي جاي بيقول ان احنا عملنا بوش لاي، بوش لبي، بوش لسي. لو جينا اخر حاجه دلوقتي محطوطه سي، عملنا بوش لدي. لو جينا نعمل بوب، لما نعمل بوب هيعمل بوب للدي على طول، مش هنقدر نعمل بوب للسي ولا بوب للبي ولا الاي عشان دول تحت، وان احنا بنتعامل دلوقتي مع ستاك. هنا بيتكلم عن فانكشنز وهنشرحها هنا، ان احنا عندنا الفانكشنز الاساسيه برضو، او قصدي التيرمز الاساسيه، ان احنا عندنا نعمل انشلايز للستاك، نعمل ستاك فاضي. وفي تو فانكشنز ان احنا نتاكد هل الستاك امتي ولا لا، وهل الستاك فول ولا لا. ليه هنستفاد؟ عشان احنا لو قعدنا نعمل الستاك امتي، لو قعدنا نعمل بوب والستاك فاضي، لازم نعمل تشيك هل هو فاضي ولا لا، عشان نجي نعمل بوب هنلاقي ان مفيش حاجه فيدي ايرور. نفس الكلام لما نيجي الستاك خلاص اتملى على اخره، برضه لو جينا نعمل بوش والستاك مليان على اخره، ساعتها هيحصل اوفر، حاجه اسمها ستاك اوفر فلو. فلازم نعمل فانكشن ان هي بتاكد از ستاك فول، يس اور نو، ترو اور فولس. وطبعا بوش وبوب عرفناها. اما توب، توب دي فانكشن برضو ممكن تبقى فانكشن غير ان هو التوب ده بيعبر عن اخر حاجه، ان هو ريتيرن التوب اليمنت في الستاك. طيب الستاك عندنا بيتعمل من نوع حاجتين، يا يتعمل من اريز يا يتعمل من لينكد ليست. طبعا الاري اسهل، بس لينكد ليست افيشنت اكتر. طب نيجي نعمل امبلمنت الستاك يوزنج الاري. اول حاجه دلوقتي عشان نعمل الستاك يوزنج الاري، اول حاجه لازم نعرف ان احنا لما نيجي نتعامل مع الستاك احنا ما بنتعاملش غير مع التوب بس. ليه؟ علشان احنا لو جينا نتعامل مع الاري عادي اللي هو بتاع الستاك، ممكن نعمل اكسس لاي حاجه في النص، لكن احنا عايزين نتعامل مع التوب بس. فاول حاجه جلوبال فاريز، الجلوبال فاريبلز بتاعتنا السايز، السايز بتاع الاري. وتاني حاجه بنعمل بقى الاري نفسه int stack، والستاك ده السايز بتاعه constant اللي هو 10. طيب وبنخزن السايز ده في n variable عادي هنستعمله بعدين. وبنعمل التوب بتاعنا ده integer عادي equal negative 1. ليه negative 1؟ علشان المفروض هيبان هنا ان احنا بداية الستاك بتاعتنا، نرسم بس الستاك، احنا قلنا الستاك من 10، نقول ان الستاك من 5، 1 2 3 4 5، تمام. لو احنا مخزنين هنا 7 ومخزنين هنا 8، المفروض التوب بتاعنا هيكون ايه؟ اللي الاندكس احنا اندكس هنا بزيرو، الاندكس ب1، اندكس ب2، اندكس ب3، اندكس ب4. اكنه اري عادي بس احنا عاملينه بالطول. الاري العادي بتاعنا كان بيبتدي 0 1 2 3 4. نفس الكلام اري عادي 7 8، واماكن محجوزه بس هي مش محطوط فيها حاجه.
تمام. فنيجي نشوف ان التوب بتاعنا هيكون ب1، فعشان الاعلى element موجود عندنا ب1، لو جينا نعمل بوش ل element تاني التوب هيزيد بواحد. طيب نفرض ال element بتاع ال stack بتاعتنا فاضية، stack فاضية ما فيهاش ولا 8 ولا فيها 7، التوب بتاعنا لو هو بزيرو ده معناه ان احنا بنقول ان التوب بتاعنا هو اول element. هل في element موجود؟ لا، فبنعمله negative 1 عشان لما نيجي نعمل plus 1 نطلع لأول مكان في ال array او في ال stack بتاعنا اللي هو الزيرو. فهنبتدي بأول function وهو البوش. البوش بنحط لها الفاليو اللي احنا عايزين نعملها بوش، وأول حاجة نعمل check هل الستاك مليان ولا لأ. فهل الستاك مليان ولا لأ؟ ان احنا بنعمل هل التوب التوب element هل هو greater than or equal n minus 1. فلو عندنا السايز ب 5 n minus 1 اللي هو ب 4، فلو التوب ب 4 فده معناه ان الستاك مليان على اخره، فساعتها مش هيعمل بوش، هيقول له ايه؟ هيقول له سي اوت الستاك اوفر فلو. ستاك اوفر فلو معناها ان انت لو زودت element هيحصل الستاك اوفر فلو، انت بتزود على الستاك وهو خلاص اتملى على اخره. else ان هو لا انت لسه مش مليان. اول حاجه هنعمل top plus 1 plus plus، وبعدين الستاك top equal الفاليو. فنيجي نقول مثال زي ما كنا عاملين هنا 7 و8 والtop عندنا 8 والtop عندنا بواحد، top بواحد والفاليو اللي احنا هندخلها ب 6. تمام. اول حاجه هل التوب equal greater than or equal n minus 1؟ عندنا هنا الاري بكام، الستاك بكام؟ ب 5، ف 5 minus 1 ب 4. هل التوب equal 4؟ لا. يبقى ندخل على تاني حاجه، اول حاجه التوب بلس بلس 1، يبقى كده التوب بقى بكام؟ بقى ب 2. وبعدين ادخل على الستاك، احنا بنتعامل كانه اري عادي، الاري اللي اسمه ستاك، الاندكس اللي هي توب اللي هي 2 equal الفاليو، الاندكس اللي هي توب اللي هي في 2 اللي هي ايه؟ اللي هي الاندكس المكان اللي هنا، فدي بقت ب 6. والتوب بتاعنا عشان عملناه بلس 1 فبقى ايه؟ التوب بتاعنا بقى ب 2. فيبقى كده فعلا الفانكشن بتاعت بوش شغاله تمام. طيب هنا بقى عمل الفانكشن بتاع is full stack. بدل ما نعمل الكونديشن ده في فانكشن اسمها is full stack، ده لو رجعت ترو يبقى ده معناها ان الفانكشن الستاك مليانه، لو رجعت فولس يبقى الستاك مش مليان. فعشان كده هو حاطط علامه not اللي هي not is full stack، لو هو مش مليان يبقى اعمل بوش للنيو ايتم عادي جدا. طيب البوب بقى، البوب هتعمل العكس. اول حاجه هنتاكد هل الستاك فاضي ولا لا. هل التوب less than or equal negative 1؟ عشان هو لو زياده عن negative 1 بزيرو فده معناه ان في element على الاقل في الستاك، لكن لو هو negative 1 او اقل ده معناها ان هو هيبقى بنيجاتيف 1، بس ده معناها ان هو خلاص ستاك فاضي، فبيقول له ستاك اندر فلو، انت بتسحب من ستاك فاضي. إلس ان انت هتروح عامل print او سي اوت للستاك توب اللي هو الحالي، وبعدين هيعمل توب ماينس ماينس 1. ونيجي المثال هنا، احنا عايزين نعمل بوب للسيكس ده، فاول حاجه خلاص اتاكدت ان هو مش فاضي هيروح عامل سي اوت لل ستاك الاندكس بتاعه توب، فيعمل سي اوت للسته، وبعدين هيعمل ايه؟ توب ماينس ماينس، يعني توب هتبقى ب 1، فده معناها ان التوب بتاعنا دلوقتي بقى بايه؟ ب 8. هنقول طب ما ال 6 موجود هنا، لكن هو احنا اتفقنا ان احنا هنتعامل مع توب، فده معناها ان احنا دلوقتي شايفين ال 8 وال 7. لو جينا نضيف حاجه تاني هيتضاف وهيتعد، هتتكتب فوق ال 6، يعني هتتغير، هتبقى مثلا لو قلنا هنضيف بعد كده 10 يبقى 10 مكان ال 6. تمام. يبقى كده احنا قلنا البوش والبوب. نفس الكلام بدل ما نعمل الكونديشن ده ممكن نقول is empty ونعمل نفس الكلام. بالنسبه بقى للديسبلاي، الديسبلاي اول حاجه if ان التوب equal 0 او اكتر، بنتاكد اصلا ان الستاك فيه elements ولا لا، ساعتها هنروح عامل stack elements equal r، وتعمل loop وتعمل كانك بتعمل display لاري عادي جدا. تمام. طيب لو الستاك، بس خلي بالك بنعمل display لاري عادي جدا مش من الزيرو، لا احنا هنعمل من اكبر حاجه اللي هو التوب اللي هو مثلا 2 او 3، وهيبتدي كل مره ينزل، فطول ما هو اكبر او equal greater than or equal 0 هو مكمل. اول ما هيوصل equal اقل من 0 اللي هو negative 1 اللي هو معناها ان الستاك فاضي، ساعتها هيوقف اللوب دي، وفي الاخر هيروح عامل ايه؟ see out stack is empty. حلو كده. طيب ندخل بقى الستاك using linked list. stack using linked list هنعمل نفس الكلام، linked list عادية جدا، وبدل الهيد هنتعامل مع التوب.
هنعمل بوينتر اقصد اسمه توب، زي ما احنا عاملين هناك فاريبل اسمه توب، ده بيقول الاندكس بتاع اعلى اخر element محطوط. احنا هنعمل بوينتر اسمه توب، وده بيشاور على اخر element محطوط. تمام. طيب اول حاجة زي ما اتفقنا بنعمل struct بتاعنا، مش هنعيد الكلام ده تاني. البوش، البوش بتعمل ايه؟ اول حاجة البوش للفاليو بتعمل نيو نود، بتحط الفاليو في النود الجديدة، والبوينتر هي بتشاور على ايه؟ بتشاور على النيو توب. نيجي نعمل لها التمثيل هنا. احنا اول حاجة حطينا النود، النود الاولى دي اول نود، بعدين حطينا نود تانية فوقيها والنود دي شاور لها، بعدين نود تانية ومشاور لها. انا مش قصدي اصغر حجمهم، ماشي. عايزين بقى نحط النيو نود بتاعتنا، نيو نود، وده التوب بتاعنا اهو، توب مشاور على التوب في الستاك دي، وعندنا نيو نود، نيو نود نسميها نيو اهو، نيو مشاور على النود دي. حلو كده. طيب دلوقتي احنا خلاص بعد ما عملنا نيو نود بيقول لك ايه؟ بيقول خلي اللينك بتاع نيو نود بيشاور على الحاجه اللي التوب بتشاور عليها، فراح عامل كده، وخلي التوب يشاور على النيو نود، فيروح توب لاغي السهم ده او اللينك ده ويشاور على نيو نود. يبقى كده فعلا احنا ضفنا element جديد في الستاك من فوق والتوب بيشاور عليه بس. نفس الكلام بوب، هنعفس نفس الكلام ان احنا هنعمل delete، هنخلي ال temp pointer هو مش موجود هنا، او pointer اسمه delete node، هيشاور على النود اللي احنا عايزين نعملها delete اللي هي اللي فوق اللي نفس التوب بتشاور عليها، وبعدين التوب هيشاور على اللينك اللي تحتها، وهنعمل ديليت للنود اللي احنا عاملين سيلكت عليها. برضو نعمل اكزامبل عليها سريع. عايزين نعمل ديليت للتوب اللي هنا ده، فهنعمل بوينتر اسمه ديليت، ديليت او ديليت، ديليت هيشاور على نفس اللي التوب بيشاور عليه، وبعدين توب هتشاور اللي التوب بتشاور عليه، يعني توب هتشاور على التوب بتشاور عليه اللي هو هنا، وهتلغي اللينك ده، وبعدين هنعمل ديليت للبوينتر ديليت بيشاور عليه اللي هو ده. يبقى كده احنا عندنا التوب بتاعنا بقى ده، وكده مكملين الستاك بتاعتنا عادي جدا. ديسبلاي برضو هنمشي من لينك لينك زي ما كنا بنعمل في اللينكد ليست العاديه جدا. ودي حته سريعه جدا بنتكلم على الابلكيشنز بتاعت الستاك. بيقول ان الستاك بيستخدم في الكونفرت بتاع الباينري للديسيمال، بيستخدم في كولينج للفانكشنز، ان احنا لما بنعمل كول الفانكشنز لازم تكون بتر يعني بنفس الاسلوب بتاع الستاك. وبنعمل في ايفالويت للارثمتيك اكسبريشن، زي لما بيكون عندنا اكسبريشن زي كده المفروض بيترتبوا بطريقه معينه وبيستخدم الستاك علشان يتم حله. كده خلصنا الستاك، واتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في شابتر 6. وبرضو اللي حابب يشوف مسائل والفانكشنز بتاعه الستاك بالتفاصيل، في محمد حمدي عامل فيديوهات حلوه جدا ليها، هحط لكم اللينك بتاع البلاي ليست بتاعها في الديسكريبشن، شوفوه وهبعته لكم برده على الجروب. وشكرا.